بيستخدم بعض الأشخاص المحليات الصناعية بهدف التقليل من كمية السكر يلي ممكن بيتناولوها، وخاصة أنها بتحتوي على كمية سعرات حرارية أقل مما بيحتوي السكر، ولكن البديل عن أي شيء نحن بناكله أو بنشربه غالباً ممكن يرافقه الكثير من المخاطر على الأشخاص يلي ما بيعملوا حسابها وحتى ما بيفكروا بمدى تأثير هاي الخطورة على أجسامهم. تماماً، يعني كثير من الأصدقاء بعرفهم بيضل المحلي الصناعي بجيبتهم، هن رايحين على مطعم، هن رايحين على نهار دوام طويل، على أساس هن عم يحموا جسمهم إذا حدا ضيفهم شي شراب بدهم يحلوه أو حتى شي مادة طعامية، بيلجأوا لتحليتها بالمحلي الصناعي. اليوم خصصنا فقرتنا لنحكي بعلوم التغذية عن المحليات الصناعية يلي فعلاً عم بتشكل ضرر كبير ببعض الأحيان على الصحة والأعصاب والامتصاص وخاصة للأطفال. فيا ترى شو أنواع المحليات الصناعية؟ كيف آلية عملها أصلاً؟ شو العلاقة بالإنسولين؟ هل هي مناسبة لمرضى السكري؟ ما لا مناسبة لإلهم؟ هل هي بتخدع الجسم فبيصير بيطلب سكر أكثر؟ على العكس من فوائدها؟ تفاصيل أكثر رح نعرفهم أكثر مع ضيفتنا الأستاذة عنان دلة، ماجستير في علوم التغذية. يسعد صباحك. صباح الخير. يسعد صباحك نور. أهلا وسهلا فيكي معنا لليوم. عم نحكي عن المحليات السكرية اللي كمان كان عم يخبرنا ورد انه ممكن كثير من الاشخاص بتستغني فيها عن السكر، ولكن ما بنعرف اذا هي صحيحه سليمه، تاثيرها كثير في ضرر او لا. خبرينا اكثر، المحليات الصناعيه شو هي؟ المحليات الصناعيه هي منتجات بديله للسكر. دائما نحن بنشوف الاشخاص وقت بيتبعوا دايت او هن اشخاص مصابين بسكر، فدائما بيروحوا بيدوروا على بدائل ومنتجات بديله للشغلات اللي عم ينحرموا منها. للاسف كمان الشركات المصنعه هي عم تستغل هذا الشيء الموجود عند الاشخاص، وهن عم يطرحوا منتجات ايام عم تكون صحيه وايام عم تكون بين قوسين غير صحيه، بس نحن عم ننخدع بين قوسين وقت بنقول نحن صالحه للدايت او هي بديل لمرضى السكر أو غير أمراض. هلا المنتجات أو المحليات الصناعية مثل ما حكينا هي منتجات بديلة للسكر، عم تعطي طعمة السكر بدرجة كثافة أعلى، يعني أنا عم بستخدم كميات قليلة وعم تعطيني كثافة أعلى من طعمة السكر، تمام؟ هي عم تكون خالية أو قليلة السعرات الحرارية، عم تدخل بمنتجات كثير، يعني أنا فيني أقول أي منتج أنا عم بشتريه من برات البيت، مخبوزات، معجنات، كورن فليكس، خبز، أي شيء حتى عم تدخل بمعجين الأسنان، عم بيستخدموا المحليات الصناعية. تمام، طيب إذا بدنا نحكي عن أنواعها وتصنيفاتها حسب علوم التغذية وتركيبتها، في إلها عدة خانات، في إلها عدة أنواع، في إلها سريع الأثر، بطيء الأثر، في شيء بيستخدم مع الطبخ، شيء بيستخدم مع الشراب. خلينا ورد نحن نحكي عن الأنواع الشائعة اللي ممكن نحن نعرفها متوفرة بالأسواق، واللي الـ FDA إدارة الدواء والغذاء الأمريكية صرحت أو إنه هي قالت إنه هي آمنة للاستخدام، اللي هي الأسبرتام، السكرين والسكرالوز. هدول الثلاثة نحن فينا نستخدمهم، لكن بين قوسين آمنين لحد معين، يعني حسب الجرعة اللي أنا عم بستخدمها وحسب المدى. يعني هي أهم نقطة نحن عم نحكي فيها من أول حلقة لآخر اليوم، المحليات الصناعية حسب أنت قديش عم تاخدها، قديش الجرعة اللي أنت عم تاخدها باليوم، وقديش هل هي قصيرة الأمد. نحن عنا 5 ميلي جرام لكل كيلو جرام من وزن الجسم، ما يتجاوز هذا الحد. وبيفرق كمان حسب المدى اللي أنا عم بتناوله، يعني الأشخاص نحن عم نشوف تأثيره السلبي للأشخاص اللي هنا عم ياخدوها بشكل طويل للأمد الطويل، يعني غير وقت أنا مثلا شيء مرة خطر ببالي أنه أنا استخدم مثلا بديل السكر استخدمه كمرة واحدة أو مرات متقطعة. طيب ممكن يصير الشخص بعد ما يتعود عليها مدمن عليها، مو مدمن أنه مدمن، يعني أنا ما بقى بحب طعمة السكر، ما بقى بحب طعمة أي نوع من السكريات لأنه أنا تعودت على طعمة معينة من المحليات اللي أنا عم باخدها. وممكن عم يتسألوا كتير من الأشخاص، طيب من شو هي مصنوعة؟ تمام، شو اللي بخليني أنه أنا ما كتير كتر منها أو أنه استغني عنها بفترة ما لأخلص من خلينا نقول المشكلة اللي أنا موجودة عندي؟ تمام، هلأ بموضوع من شو هي مصنوعة، عنا الأسبرتام مثلا، هو مصنوع من أحماض أمينية، هو حمض الأسبرتيك، عنا الفينيل ألانين وعنا الميتانول. هلأ للأسف هي المواد أو هي الأحماض بس تفوت على الجسم فهي بتأثر على الجهاز العصبي المركزي. هاي دراسة عملوها بال 2022 على الفئران، حطوا الأسبرتام حلوه بمي وفحصوا هي الفئران، لقوا بعد فترة أنه هي عم تأثر على الجهاز العصبي، عم تعملهم قلق وعم تعملهم هذا الارتباك وتغير بالمزاج. كمان لاحظوا انه هي عم تنتقل للنسل لجيلين لقدام عند الفئران.
للأسف بنلاقي كتير دراسات متضاربة بالمحليات الصناعية، يعني كل فترة بتطلع دراسة بتقول إنه هي مثلاً ضارة، تطلع دراسة بعد فترة بتقول لا هي ما صح. في شيء 100% إنه هذا الشيء ضار، بس نحن طول ما إنه في خلط عنا بالموضوع بفائدته فلازم آخذ الحذر بالكميات المستخدمة فيه والتعود عليه تمام. والاستغناء عن السكر. خلينا نحكي احنا عن فوائده هلا خلينا نحكي عن اضراره، لانه فوائد ما له، هو معدوم القيمه الغذائيه، فلازم اعرف انا اكيد ما له فوائد، هو خداع للدماغ انه انت عم تاكل سكر. فاهم اضراره نحن فينا نقول، يعني بتشوفي انت على السوشيال ميديا بتفتحي بتقولي انه هو بيساعدك على خساره الوزن، لا هو غلط، رح نحكي عن اثاره اللي لبعدين. الصحي لمريض السكري كمان غلط، هي كمان الاثار البعيده له ضاره لمرض السكري. خلينا نحكي عن اهم ضررين للمحليات الصناعيه. مثل ما ذكرتي حضرتك انه نحن بس نتناوله مو هو عم يعطيني درجه حلاوه اعلى من السكروز او سكر المائده، فانا حليماتي الذوقيه عم تتعود على طعمه الحلاوه العاليه. فانا ما في شيء بعد ما اتعود عليه بيرضيني او بيعطيني لجسمي هذا الشعور بالحلاوه، يعني حتى سكر الفواكه، من الفواكه، من التمر، من السكر الطبيعي الموجود بالحليب، انا ما بقى يغنيني، ما بقى يعبي راسي، فانا الا بدي شغلات كثير عاليه الحلاوه لحتى العتبة. انا تمام لحتى انا الحليمات الذوقيه عندي تشبع بدرجه هي الحلاوه. هي احد الاسباب الضاره له، يعني بالنهايه هو عم يؤدي لتناول زياده من السكر ان كان الابيض او من المحليات الصناعيه وزياده الوزن، واكيد رح يرتبط بغير امراض. الدرجه الثانيه له، انا وقتها بتناوله اكيد الحليمات الذوقيه مرتبطه بالدماغ، فراح تعطيها اشاره انه هو فات شيء سكر للجسم. بالاشارات العصبيه للبنكرياس رح يفرز الانسولين، وقت بفوت المحليات الصناعيه لجسمي لجهاز الهضمي فما عندي انظيمات انا تهضم التركيبه تبع المحليات الصناعيه، وبالتالي بيكتشف الجسم انه هي مو سكر، فارتفع الانسولين عندي بشكل خاطئ او الدم عالي عالفاضي. سكر ما في تمام، على الفاضي ارتفع عندي الانسولين، فهون فينا نقول بحس هرمون الجريلين، هو هرمون الجوع، لانه هو ينفرز. فانا بلاحظ انه الاشخاص اللي بيستخدموه بكميات كبيره او مثل ما حكينا على فتره طويله بيصير عندهم جوع اكبر، وبتصير عندهم نهم اكثر، بصير عندهم زياده بالوزن. تمام، يعني احنا اخذينهم لننحف. هون الفكره اللي عم تصير انه هي بالنهايه، حتى في دراسه اجريت على اشخاص مرضى سكري من نوع ثاني، واشخاص مرضى سكري من نوع ثاني ما استخدموا الاسبرتام او فينا نقول المحليات الصناعيه، لقوا انه مقاومه الانسولين عندهم اعلى للاشخاص اللي عم يستخدموا محليات تمام. صناعيه لفتره طويله. تمام، يعني مقاومه الانسولين شيء جدا خطير تمام. يعني هي المرحله اذا استمرت لفتره مزمنه هي ما قبل العتبه السكريه، اذا في هي مرحله ما قبل السكري للانسولين. طيب كثير من الناس لجأوا للمحليات الصناعية، هدول بالصيدليات إن كان وطنيات أو كان أجنبيات، لما غلي السكر وانفقد السكر من المؤسسات، فصار إنه هاي العلبة حقها لنفترض 2000-3000 ليرة أوفر من السكر. هذا الحكي من كم سنة يعني، مو هلأ مشاهدينا، أوفر ما إنه أنا أجيب كليين 3 سكر. وصاروا ناس مثلا يطبخوا محلاية، يطبخوا رز بحليب، يحلوها ب 20-30-40 حبة طبعا. أو نص علبة من المحلي الصناعي. فقديش هدول المحليات بزيد ضررهم أو بخف إذا كانوا مع سوائل ساخنة أو باردة أو ما له علاقة؟ هلا هو ضرره موجود نحن حكينا ما له علاقة بالسخونة بالحرارة تبع المنتج أو المأكول، ما له علاقة. بعض الأنواع هي غير مسموح باستخدامها، نحن حكينا بس على الأنواع المسموح باستخدامها، بس راحت فيها إدارة الدواء والغذاء الأمريكية، بس نحن بعض الأنواع ممكن تتخرب على درجات الحرارة الساخنة. لكن نحن وقت عم نحكي نحن على السكرين اللي نحن بالعامية بنقوله سكرين، هذا اللي بنجيبه من الصيدلية هو موجود أكثر من الإسبرتام. هو ممكن نحن يعني ننصح فيه، سابقا كنا بأكلات الحلو، بس بنرجع لفكره مو كل يوم، يعني انا كل فتره بعيده حبيت انا اعمل اكلات حلو بالبيت، فانا ممكن حتى برمضان وقت حكينا نحن من كم سنه انه فينا نحن نحلي التمر الهندي بسكرين، نحط كميه معينه بالمي او بكاسه وبعدين بنحليها، بس ما تكون على كل يوم. لهيك نحن صار في عنا بدائل صحية أكثر من هاي المحليات الصناعية، اللي هي سكر ستيفيا وهي سكر المونك درجة ثانية، اللي هي هلأ ما لها موجودة، يعني ما لها متوفرة سكر بالأسواق. ستيفيا. سكر ستيفيا شو بيفرق عنه؟ سكر ستيفيا هي مستخلص من أوراق نبتة ستيفيا اللي تنزرع بأمريكا الجنوبية، فنحن طبيعية طول ما أنا عم باخدها من نبتة فهي أنا هذا طبيعي وصحي نوعا ما أكثر من المحليات الصناعية الأسبرتام والسكرين والسكرالوز. هلا النوع الثاني من السكر كمان الصحي اللي نحن ننصح فيه كمان كثير، في دراسات بتاكد على عدم ضرره للاشخاص، هو سكر المونك. كمان سكر المونك هو مستخرج من فواكه المونك المزروعه بالصين واندونيسيا، بياخذوا هي الفواكه بجففوها. درجه الحلاوه فيه متعلقه بماده اسمها موغروسايد،
هي اللي رح نستخلصها، وبنقدر بودره كمان ونقدر نستخدمها بتحليات اي شيء بدنا اياه. فستيفيا وسكر المونغ هدول يعني نحن الاضمن والاسلم. تمام، الاضمن والاسلم للاشخاص مصابين بالسكر واي شخص يعني ما بيعاني من اي امراض. تماما. طيب الاشخاص اللي عم يتناولوا فعلا المحليات الصناعيه، ممكن طبيب استشاره قديش لازم يتناولوا؟ شو الحد المسموح بتناوله؟ وامتى بيتعدى الحد المسموح وبيصير في مخاطر؟ تمام، مثل ما ذكرنا احنا الحد الادنى او الحد الاعلى خلينا نقول 5 ملي جرام لكل كيلو جرام. يعني الحبات بجوز عم يحضرونا ما رأي انا الحبات بالعامية مشان ما فوت، نحن دائما الاشخاص بيقول لك اعطيني شيء اسهل ملي جرام بدي حوله بالسلم لجرام وقد وزني، ما عندي ميزان وما عندي، اعطيني تقريبا. انا بقول لهم 3 لـ4 حبات ماكسيموم بالنهار فقط. يعني في ناس بنشوفهم بكاسة الشاي بحطوا اكثر والله، في ناس بسمعهم 4-5 حبات حتى انام هيك شوي يعني. هذا الموضوع فنحن هذا اللي بنحكي عليه، انه انتم في حال اضطريتوا لاستخدامه استخدموه بكميه قليله، لانه اصلا هي الحبه الواحده عم تعطي درجه حلاوه عاليه. صح. فما بدنا نكثر نحن، وحكينا عن اضراره. نحن بنرجع بنقول الاعتدال هو سر الصحه. تماما. هذا الشعار تماما. دائما بقوله انا. فاستخدمنا ما يكون على كل يوم كل يوم كل يوم، كل ممكن مثلا مرتين بالاسبوع فينا نقول نحن كل حين مثلا نستخدمها. خسرتي التجار هيك، خسرتي الصيدليات، ما عاد يستهلكوا العالم محليات صناعيه. وزارة الصحة مشكورة، وكل سنة بتطلق أسبوع بلا سكر. تماما. تحدي أسبوع بلا سكر، بلا سكر بلا سكر، يعني شاي، قهوة، محليات، متى. في ناس بكاسة المتى إذا ما حطوا لها هيك زينوها بمعلقة سكر فوقها وبعدين نزلت المي الساخنة فوقها، ما بيمشي الحال. في ناس بنقول لهم يعني they have sweet teeth، عندهم ضرس طيب على الحلو. تماما. ممكن نحن بدون محليات صناعيه نتخلى عن شغفنا تجاه الحلويات؟ هلا بدي اقول لك نقطه انا دائما بحكيها، خلينا نحن بالسكر الابيض اللي هو نفسه بس نحاول نخففه. يعني انا مسموح عندي بالنهار للمراه 6 معالق صغار، يعني 2 معالق طعام كبيره، بس طبعا مو ساده، يعني انا ممكن عم تدخل عندي بعده انواع من الاطعمه طول النهار. للرجل 9 معالق صغار، يعني 3 معالق كبار، هو هذا الحد الاعلى المسموح للرجل او المراه. السكر الابيض المكرر، السكر الابيض الساده، نحن سكر المائده. فانا بيجيني اشخاص كثير بيقولوا لي انه انا اي موضوع المحليات الصناعيه على جنب، انا كثير شغوف بالسكر، عندي نهم للحلويات. فاول نقطه بنقول لهم خلينا نحن اذا ما في اراده نبلش نخفف تدريجي، نخفف بطريقه انه انا ما احس حالي جسمي انا اخدعه، ما احس انه انا قطعته فجاه، لانه كل ممنوع مرغوب. فاذا انا بستخدم، بعرف حالي بستخدم 3 معالق بالمونك تبع الشاي، خليني اخفف لـ2.5، بحس انه انا ما احس انه طعمه الحلاوه دغري قلت لمده اسبوع، شوي ثاني الاسبوع الثاني بخفف اكثر، لحتى وصل لمرحله انا سحبته تدريجي من جسمي. اعراض انسحاب بتخف. تمام، لانه انا ينسحب فجاه من جسمي، بيعمل وجع راس، بيعمل عصبيه زايده مثله مثل انسحاب الدخان من الجسم. فخلينا نحن شوي نسحبه تدريجي. هلا موضوع نهم لموضوع الحلويات اللي ذكرته ورد، هو موضوع سكر بجر السكر، ودائما بقول انا اللقمه الاولى بالنهار بتاثر على شهيتك طول النهار. فانا وقت عم باخذ اللقمه الاولى دائما عم تكون سكريات، يعني قطعه بيتي فور، قطعه حلو، بسكويت، حتى لو دايجستيف اللي نحن على اساس هو صحي مع فنجان القهوه، طول النهار عم يضل جسمي يطلب سكر، فانا عم فوت بدائره اسمها دائره السكر. تمام. لانه انا عم بتناول السكر، عم يرتفع نسبه السكر عندي بالدم، عم بحس بهذا النشاط والطاقه، شوي ثانيه بينزل معدل السكر اقل من الطبيعي. فبرجع بحس حالي عصبي وبحاجه سكر، برجع باكل وهالدويره كلها اللي انا عم فوت فيها طول النهار. لهيك دائما انتبهوا للقمه الاولى عم تدخل لجسمنا بالنهار، ونحاول نخفف تدريجي كرمال نحن ما نحس بال. أستاذة عنان، انبسطنا كثير بحديثك والمعلومات الحلوة اللي قدمتي لنا لليوم، وإن شاء الله مشاهدينا يكونوا استفادوا فعلا. إذا ما حاولنا نستغني نبلش نخفف. شكرا كثير لك، شكرا صباحك. شكرا كثير لك.